الحمد لله العزيز الحكيم، يهدي من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل من صفات عباده التفكر في مخلوقاته. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، يسير على نهجه كلها والحجة، من تخلق بأخلاقه نجا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها المؤمنون، اتقوا الله ما استطعتم، واعلموا أن لعباد الرحمن آذانا مصغية وقلوبا واعية، فمن شأنهم التفكر ومن صفاتهم التذكر، فهم إذا نظروا إلى آيات الله التكوينية، إلى آيات الله الكونية في خلقه في السماوات والأرض، وقرأوا آيات التنزيلية ما نزل في الكتاب، وتأملوا وتدبروا فاطلعوا على من صفاتهم النظر والتدبر والاعتبار. أما غيرهم من أتباع الشيطان فلا ينفعهم قرآن ولا ينفعهم ذكر ولا تنفعهم أحاديث ولا تنفعهم مواعظ، فهم عياذ بالله قلوبهم لا تسمع وأعينهم لا تبصر. يقرأ القرآن ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الدروس ويسمع 50 و60 سنة ويسمع، وهو يضرب في عباد الله وهو يختم وهو يسمع وهو يكتب وهو كذا، هذا والعياذ بالله ما تقوش. نسأل الله لهم العفو والعافية. آمين. وبعضهم بعض الأحيان فيهم من يدخل الخطبة كما يدخل كما يخرج، أما عباد الرحمن فعلى العكس من ذلك، هم يتعظون بالقرآن، يتعظون بالمواعظ، يتعظون بذكر الموت، تأثر فيهم. فكل واحد منا يعرض نفسه على الآيات الكريمات هذه ويشوف روحه أين هو؟ هل هو من عباد الرحمن أم من أتباع الشيطان؟ والعياذ بالله تعالى. وفي عصرنا الآن أصبحت السمات تظهر على الوجوه والعياذ بالله. فهم إذا نظروا إلى آيات الله التكوينية تأملوا وتدبروا فطاعوا واعتبروا، وما ذلك إلا لأنهم يدركون إدراكا واعيا ما في عقيدتهم من حق وما في آيات الله من صدق. فهم ليسوا كالذين لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. يقول تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا. فلنكن عباد الله متجاوبين مع آيات الله الدالة على وحدانيته والناطقة بحكمته وقدرته، ولنعلم علم اليقين أن الله أنزل القرآن للتدبر فلنتدبره، فمن تدبر تأثر ومن تأثر عمل فأحسن وأجاد وأفاد واستفاد. ومن صفات عباد الرحمن كذلك اهتمامهم بامور اسرهم من ازواج وذريه، مش يجيبوا يصلي هنا وترى زوجه وابنائه ما هو مشبع، هذا خليهم عراس ولا اخر خليهم في الرقص وفي الهجوم، هذا ليس لهم صفات عباد الرحمن. صفات عباد الرحمن انهم يهتمون بشان ابيهم وذرياتهم، فهم ليسوا بمشغولين بانفسهم فقط، بل هم حريصون على ان يمتد الخير والهدى الى من حولهم وخصوصا اقرب الناس اليهم. فالمؤمن من عباد الرحمن والمؤمنه كذلك، انما قلت والله سبحانه وتعالى عباد الرحمن رواتما وحصول الذكور والاناث مش الرجل دون المراه. يهم كل منهم ان يراه الله زوجا يعين على طاعه الله وفعل الخير، ويهم كذلك ان يكون له ذريه من اولاد محافظه تقر بهم عينه، والعين تقر وتسكن حين يكون الاولاد ذكورا واناثا بررة صالحين يعرفون حق الله وحق الاباء والامهات وحق المجتمع عليهم، فلا يصدر منهم الا القول الحسن الجميل والعمل الصالح النبي. يقول الله جل وعلا في ختام صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اما بعد، عباد الله، قبل الدعاء نذكر اخواننا عن اهل العجالة، عنا كما تعرفون عنا المدرسه التونسيه للعلوم الشرعيه، فهذه فتحت باذن الله تعالى وبرحمه الله تعالى وفضله السنه الفارطه، ولذلك هناك الاخوه الطيبين اللي يقراوا السنه الفارطه معناها السنه الثانيه تبدا ان شاء الله في منتصف هذا الشهر، وسيكون هناك امتحان يعني في مستهل السنه الدراسيه الجديده
معناها الاخوه اللي في السنه اللي عداوا السنه الاولى اللي داخلين السنه الثانيه يتصلوا بالمشايخ يعني باش يعرفوا برنامج الامتحانات وكذلك برنامج الدراسه للسنه الثانيه. والاخوه الراغبين في التسجيل في السنه الاولى اللي فاتوا لسبب من الاسباب دراسه في السنه الماضيه في جمعيه تونسيه للعلوم الشرعيه فبامكانهم التسجيل وانهم يلحقوا يدخلوا في السنه الاولى. فهنا راهو بقينا بعض الناس تغشش وتقلق، راهو بقينا ان الناس توا على درجات. الانسان اللي ربي سبحانه وتعالى اعطاه من الوقت فليقبل على علم الشرع. العلوم هذه هي العلوم الواجبه من الدين بالضروره، لازم الانسان يعرفها. علوم الفقه باش يعرف الانسان الادب بتاعه ويعرف المعروفين هذه باش يتلفي بها ربي سبحانه وتعالى. يعرف قدر الادب يعني يومين في الاسبوع. ما نظنش الانسان يعني يومين في الاسبوع ولا ثلاث اربع ساعات في الاسبوع ينجم الانسان يخصصه. الانسان اللي ما عندوش وقت يا خويا هو عندنا المبنى ان شاء الله مره كل اسبوع. قام الان تو ما شاء الله الاخوه اللي بعد الثوره معناها بداوا في المبنى شوف الان يعني سنه صور تخصص. تصور انت من الناس اللي تخصص وهم الاخوه من الناس راهو من الجهود راهو مش مش من الشباب من الجهود حاطين ان التخصص في الناس. بكيفاش بمعدل حصه الاسبوع. راهو الكلام يصير منهم فتح منهم. راهو بعض الناس يجيو باش هو اللي فهم بالكذا ما فماش في الرياض لا فما ناس. شنو اللي ما فماش؟ كل مره تلاقي كلام راهو في الدين. الانسان اللي بالحق يحب يقرا موجود. حصه من الاسبوع ايش يعمل؟ يعرف القصه يلقى روحه عارف نصيب كبير من كتاب الله. يحب يتعلم الشرع والعلوم الشرعيه موجود. باهي ما فاتش الهدف يساهم بالخير، يساهم بالكلمه الطيبه. يساهم بصلاة، يساهم بدعاء، وإلا ما نجمش هذا كله، فليكف عذابه عن الناس، فليصمت، فليصمت، أقل حاجة يعمل. أما أنه لا يقرأ، ولا يتعلم القرآن، ولا يفهم القرآن، ولا يعرف ولا يعرف حديث، ولا يعرف عقيدة، وبعد ذلك ينقل ويعمل في العرايض، ويقطع ويريش، هذا أؤكد لكم أنه في الدرجة الأسفل من النار. هذا راهو عقاروه وهمام فرعون يوم القيامة. أقل حاجة أدنى درجة يعملها الإنسان هو أن يكف أذاه عن الناس. أن يكف أذاه عن المسلمين. وندعو الله تعالى أن يديم علينا نعمة، لو نحن نعطي نعمة وما نعرفوش قداش ترفع. لا ندري لعل في يوم من الأيام يجي يقول لك سبت باش نعملوا شيء. أو وقف حد من المال. فنحن ما دام الخير موجود نخلص النية ونقبلوا على العلم كل واحد بينجم وندعو الله أن يديم علينا نعمة. وراه نشوف والله أعلم الأمور كيف ماشية. أما بعد عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأئمة والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن جماعهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أصلح أمري وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي لا يبعادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله باسماعنا وابصارنا ومتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم انا نعوذ بك من الكذب ومن الرياء ومن النفاق اللهم انا نعوذ بك من النفاق اللهم انا نعوذ بك من النفاق اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر من نصر الدين وانصر من خذل المسلمين اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير ومن اراد بهم غير ذلك ومن اراد بهم غير ذلك فاجعل في دفنه واجعل تدبيره وتدميره اللهم اكفنا شره يا رب العالمين اللهم من اراد ببيوتك خيرا فوفقه الى كل خير اللهم من اراد بكتابك وبكتاتيبك وبسنة نبيك خيرا فوفقه وسدده ومن أراد بهم غير ذلك ومن أراد بهم غير ذلك فاتنا شره يا رب العالمين واجعله عبرة لمن يعتبره واجعله عبرة لمن يعتبره واجعله عبرة لمن يعتبره اللهم
فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم انصرهم نصرا مؤثرا، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم وحاصر من حاصرهم، اللهم حاصر من حاصرهم، اللهم شوع من شوعهم، اللهم انزل عذابك على من حاصرهم يا رب العالمين، اللهم ليس لهم سواك، اللهم تفاضل عنهم العرب والمسلمون، اللهم تركهم العرب والمسلمون وليس لهم سواك، اللهم صار الكفرة والصليبيون ارحم بهم منا يا رب العالمين. هذا حالنا لا يخفى عليه، قلوبنا قاسية، قلوبنا حسدت وذنوبنا بلغت عيان السماء، فليس لنا من وجه سواك يا رب العالمين. اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا، اللهم احفظ وطننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من اراد ببلادنا خيرا فهو الى كل خير، ومن اراد بها غير ذلك فهو عبد عزيز مقتدر. وصلى الله على سيدنا